يشرفني أن أعرض اليوم أمام هذا المجلس الموقر مشروع المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للإنجاز مشاريع استثمارية. أود التأكيد أولاً بهذه المناسبة أن حرص الدولة على إنجاح الاستثمار يتجسد فعلياً في الإجراءات التي اتخذتها من خلال مراجعتها الجذرية لكل المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار. فأولاً فأول الخطوات المتخذة في هذا السبيل تكمن في سنها للقانون رقم 22/18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار. تقرر خلق تكامل ما بين قانون الاستثمار ومشروع هذا القانون الذي أتشرف بعرضه عليكم اليوم من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للإنجاز المشاريع الاستثمارية. يهدف المشروع هذا النص إلى إزالة كل ما كان يعرقل أو يعيق المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي وإدراج تسهيلات وامتيازات أخرى لم تكن في الجهاز القانوني الحالي، حيث يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا المشروع القانون في النقاط الآتية. أولاً إلغاء أحكام الأمر رقم 0804 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، طبعاً المعدل والمتمم السارية المفعول حالياً. ثانياً التزام الدولة بتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالة عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضاري، تنشأ لهذا الغرض لرفع العراقيل على المستثمرين وسماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الأجل المقررة، وهو ما نصت عليه المادة السابعة من مشروع هذا القانون. ثانياً تكفل الدولة بمهمة توفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص القابل للاحتضان مشاريع الاستثمارية عن طريق اقتناء مباشر أو ممارسة حق الشفعة، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة في نقطتها الخامسة وكذا المادة 21 من مشروع هذا القانون. ثالثا حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للإنجاز مشاريع الاستثمارية في هيئة واحدة، ألا وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد، وهو ما يجسد قرار السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى معالجة ملفات الاستثمار على مستوى شباك واحد لتسهيل على المستثمرين القيام بكل الإجراءات المطلوبة بما فيها الحصول على العقار الاقتصادي. رابعاً تغيير النمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للإنجاز مشاريع الاستثمارية من امتياز بتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 عاماً قابل للتجديد مرتين إلى امتياز بتراضي لمدة 33 سنة قابل للتجديد وقابل للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع ترك الحرية للمستثمر بعد إنجازه أو بعد الإنجاز للمشروع في البقاء إما كصاحب امتياز وإما
متنازل له، وهذا خلال الفترة التي يراها مناسبة. خامسا، وضع حد للممارسة السابقة وإرساء مبدأ الشفافية من خلال إلزام الوكالة الوطنية أو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي يسيرها، بتمكين كل المستثمرين للإطلاع على المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية الإنجاز مشاريعهم، وكذلك إشراكها أثناء إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار، وهو ما تضمنته المادة الثامنة من مشروع هذا القانون. سادسا، توجيه العقار الاقتصادي وفق السياسة الاقتصادية المسطرة من طرف الدولة من خلال التشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي بمراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي هي في طور التطوير على المستوى الوطني والمحلي، وهو ما تهدف لتحقيقه أحكام المادة التاسعة من مشروع هذا القانون.